اهلا بيك حسام مهدي في يلا كوره. حسام مهدي مدير تطوير قطاع الناشئين في نادي سويفت الهولندي، برحب بيك معانا. حبيبي انا برحب بيك ومستمتع. اولا اعرف الناس بيك، مين هو حسام مهدي؟ انا بدايتي كانت في مصر في المعين العرب في قطاع الناشئين، لعبت هناك موسمين وبعد كده انتقلت لنادي الزمالك، برضو لعبت هناك موسمين تقريبا، ثم تقريبا حوالي يعني 17 سنه 18 سنه رحت نادي الشمس، لعبت فريق الاول وبعد كده رحت انتاج الحربي برضو فريق الاول، وبعد كده حصل اصابه للاسف فبطلت كوره، وبعد كده بقى اتجهت للتدريب في مصر وبعد كده كملت في هولندا. بدات في قطاع الناشئين في سن 12 سنه، كان يمكن من ابرز ابناء جيلك محمد صلاح، كلمنا عن الفتره دي. طبعا ده كانت بدايتي في المعين العرب، كانت بدايتي كمان محمد صلاح في الفتره دي، كانت فتره بالنسبه لي فتره يعني جميله جدا، كانت بدايتي في الكوره. اي لعيب طبعا بيحلم ان هو يبدا في نادي ويبقى خلاص مقيد في نادي، فكان بالنسبه لي دي اهم واحسن فتره يعني، لانك بتبدا في نادي كبير زي المعين العرب. كمان محمد صلاح كان ساعتها هو جيلي، احنا كمان من نفس المحافظه من طنطا، وهو كان محمد صلاح يعني كان نفس الشخص، ما اتغيرش زي ما هو بالظبط، تشوفه دلوقتي زي ما زمان بالظبط، كان شخص متواضع وجميل يعني. بنظرتك كلاعب كوره كان ايه اهم ما يميز محمد صلاح في الوقت ده، وايه اكيد طبعا حاجات كتير اتطورت فيه، بس ايه اللي كان مميز في محمد صلاح في سن ال 12 او ال 11 على حسب هو كان عمره ايه وقتها؟ خلينا نتكلم عن جانبين، الجانب الفني والجانب الشخصي. الجانب الفني بالنسبه لي هو كان سريع، بس كان طبعا بالسرعه اللي فيها دلوقتي، كان برضو امكانياته الفنيه كويس، كان لعيب بيدرب، لعب دريبل كويس في يعني في واحد ضد واحد، كان لعيب كويس جدا، بس الغريب ان هو كان بدا كباك ليفت، كباك شمال يعني. محمد صلاح ما لعبش مؤخرا يعني، مؤخرا كمهاجم بدايه من سن تقريبا 16 17 سنه كان، بس قبل كده كان ساعات بيلعب كان باك شمال. اللي بيميزه بقى كمان شخصيا اللي هو بالنسبه لي ان هو كان شخص متواضع جدا، شخص عاوز يوصل لحاجه، وده كان واضح من اول يوم. لما تلاقي شخص يعني ولد عنده 13 سنه بيسافر لوحده كل يوم 6 ايام في الاسبوع او 7 ايام في الاسبوع من طنطا للقاهره باقل الامكانيات، ودي حاجه طبعا معروفه للجميع يعني، كان هو يدوبك مصروفه من يسافر يروح التمرين يرجع البيت، فتخيل الواحد تعب التعب ده كله، فتبقى مبسوط جدا تشوف ان فعلا اللي بيتعب في يوم من الايام هو اللي بيلاقي. حسام مهدي لعب زمالك، كلمنا ازاي رحت الزمالك وليه ما كملتش كتير في الزمالك؟ انا في الزمالك لعبت، كان في فتره بتاعه 16 18 سنه، لعبت هناك موسمين في الناشئين، كنت موجود عادي مع كابتن ابو رجيله، كان هو المدير الفني، كان مع كابتن اسامه نبيه مدرب مساعد، كنت موجود هناك بلعب عادي، بس طبعا في سن بيبقى خلاص لازم تحاول تروح فريق اول، عشان كانت ساعتها في نادي الزمالك كانت الفرصه صعبه جدا، طبعا كان جيل قوي جدا، فكان الفرص قليله انك انت تلعب في فريق اول، فرحت لعبت في نادي الشمس في الفريق الاول. انتاج حربي، يمكن دي كانت اخر محطه لحسام مهدي. ايه الاصابه اللي خلتك تعتزل تقريبا في سن 24 سنه؟ انا كان جاي اصابه في الكاحل، وكنت ساعتها حسيت ان انا بجد مش فت يعني، مفيش ما عندناش الامكانيه ان انا حاسس ان انا نفسي 100% تاني، فبصراحه خدت القرار يعني ان انا خلاص بقى خدها من اصلها يعني. من لاعب معتزل صغير جدا في السن لمدرب، النقله دي جت ازاي؟ يعني انت كنت مقرر ان انت تكون مدرب، ولا امتى قررت بعد الاعتزال ان انت تتجه لمجال التدريب؟ بالنسبه لي الفتره دي كانت فتره صعبه جدا ان اخد فيها قرار، بطلت كره بدري فاهم، والفتره دي كمان كان فيها وفاه والدي ووالدتي كمان، فكانت الامور صعبه جدا تاخد فيها قرار، فانا في الاخر قلت انا خلاص خسرت كوره كلاعب كوره، مش هينفع افرط في حاجه انا عاوز اعملها، عاوز ابقى مدرب كوره. بس فكرت ان انا هبقى مدرب كره قدم، وهبدا بقى فين ما كنتش ساعتها عارف. لقيت صعوبه ان انت تشتغل كمدرب في مصر، خاصه ان انت كمان يمكن اشتغلت في نجوم المستقبل كمدرب مساعد، صح؟ انا اشتغلت في نجوم مدرب مساعد في نجوم المستقبل تحت 16 سنه، ساعتها مع نجوم المستقبل كانت فرقه هايله، كانت بدايه كمان بالنسبه لي كويسه اني اتعلم فيها. قعدت هناك سنه، وبعد كده رحت اتلتيكو مدريد في مصر، بقى كانت اكاديميه اتلتيكو مدريد، قعدت هناك 3 سنين، ودي كانت الفتره اللي انا حسيت انا خلاص ده اللي انا هكمل فيه يعني. انطلاقه حسام مهدي كانت في هولندا، كلمني بدايتك ازاي في هولندا؟ انت ازاي قدرت تمسك اول شغل ليك في هولندا من البدايه؟ انا عارف ان هو كان قصه كفاح
نجاح كبير. انا عايزها من البدايه خالص، احكي لنا واحكي للمشاهد يعني ازاي قدرت تمسك شغل في هولندا. بدايه انا سافرت هولندا، يعني كنت عارف ان هولندا بلد مش سهله في الكوره، يعني بلد منظمه جدا في الكوره، بس لو انت دخلت فيها هتفرق معاك جدا. فانا كنت عارف ان دايما عشان تبقى موجود هناك لازم معاك لايسنس وشهادات وبتاع. قلت طب انا لازم ابدا. انا بعد على فكره بدات بعد شهر من وصولي، يعني ما فكرتش ان انا بقى انا لسه هستنى وبتاع. انا نزلت ادور بنفسي، خدت عجله كده خدتها وقعدت ادور. يعني انت عارف هولندا مشهوره بالعجل، فاخدت العجله بتاعتي وقعدت ادور على انديه، اروح نادي كل يوم ناديين اشوف. في انديه كتير كانت بتقول لي لا معلش احنا ما عندناش مكان، انديه تقول لي صعب عشان اللغه ولازم محتاجين لايسنس، وفي نادي انا بجد بقى تقول يعني اديني فرصه، انا بس عايز ابقى موجود مش عايز اي حاجه، موجود معاكم بس سيبوني كده اخد فرصه. يعني لحد ما سابوني مدرب ثالث في الفريق ابقى موجود، وبعد 6 شهور بداوا يقولوا اوكي هندخلك شويه تبقى مدرب مساعد وتبدا تعمل تدريبات وتبقى موجود مع الفرقه عادي. فدي كانت بدايتي ان انا بدات اعمل بقى تدريب، وحسيت ان الامور ماشيه كويس. ما كانش يعني اللغه كانت مش احسن حاجه بسبب ان ده هولندي طبعا صعب، وانا لسه اول ايامي هناك. فبدات احس ان انا الولاد بيدوني سكه صغيرين في فرقه تحت 11 سنه في دي بي اس، والنادي كمان بيديني سكه عاوزين يساعدوني. يعني كان الكيس بالنسبه لهم شويه غريب، واحد من مصر وجاي عاوز يبقى مدرب هنا، فبداوا شويه يحاولوا يساعدوني. يعني ايه ابرز الصعوبات اللي قابلتها في بدايه مشوارك كمدرب في هولندا؟ خليني اقول لك اللغه اول حاجه، الطبيعه والكالتشر او الثقافه مختلفه جدا بين مصر وبين هولندا. دول بيفكروا بطريقه ومصر بيفكر بطريقه تانية خالص. كمان الجو كان صعب جدا، كان برد ومطر طول الوقت، فكان في عوام كتير مش 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 سهله يعني. فانا بصراحه كل ما برجع افتكر اقول والله يعني الموضوع كان فعلا صعب، مش تقيل يعني، تقيل مش سهل. بالظبط. اتدرجت ومسكت اكتر من شغل في هولندا. كلمنا على ستيب ستيب، يعني انت بدات في البدايه كمدرب مساعد او في قطاع الناشئين النادي اللي انت نزلت فيه في الاول. اه الخطوات اللي بعد كده جت ازاي؟ بعد كده النادي اللي انا كنت فيه، خليني اكمل لك، يعني هو اللي ساعدني نعمل اللايسنس، ان انا اخد شهاده من الاتحاد الهولندي عشان ابدا مدرب. فبتاخد حاجه اسمها شهاده تمهيديه انك تبقى اسيستنت كوتش، فدي انا خدتها والنادي ساعدني فيها وكمان دفعوا لي التكاليف بتاعتها. وبعد كده انا من النادي ده قدرت ادرب فريق تاني تحت 15 سنه، يعني مشيت بقى والنادي قرر ان هو خلاص انت عاوز تكبر، فاروح امسك هيد كوتش وتقول انا في نادي كذا جاي لي اوفر منه فهروح. فروحت النادي 15 سنه في نادي باوتفيلدر، ده ساعدوني برضو ان انا اخد الدبلومه الاعلى لويفا سي، فاخدت هناك. فكده بقى من عندي فرصه ان انا ابقى هيد كوتش، بقى كملت في النادي ده. ويعني من ساعتها بقى وانا عمال اخد خطوات يعني في الكارير بتاعي، وكمان خدت شهاده اعلى بقى كده لويفا بي. فالحمد لله يعني كانت فترة كويسة ان انا اقدر اكمل فيها الكارير بتاعي. طيب كلمني عن مهام عملك دلوقتي كمدير تطوير قطاع الناشئين في نادي سويفت. ايه المهام اللي بتقوم بيها وايه اللي استفدته من الخبرات اللي فاتت اللي قبل نادي سويفت وفادتك في شغلك الحالي؟ خليني اقول لك اللي انا الخبرات الاول اللي انا خدتها خلال الفترة دي اللي خلتني ابقى في البوزيشن ده او في المكان ده، ان انا اشتغلت في معظم الاعمار السنية. اشتغلت في تحت 11، تحت 13، 15، 17، 19 سنة. فاشتغلت معظم قطاعات الناشئين في السنين اللي انا كنت موجود فيها تقريبا في هولندا، اللي هو ست سبع سنين دول ضربت كل فرق في قطاعات الناشئين. فبقى عندي الامكانيه ان انا امسك منصب زي ده، بحيث ان هم بيبقوا طالبين انك انت عندك اوريدي كونتاكت كبير مع اللاعب قبل كده، يعني دربت في اعمار مختلفه. بعد كده عرضوا علي ان انا ابقى رئيس تطوير قطاع الناشئين، وده كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا في الكارير. المنصب ده كمان او التايتل ده جديد في الكوره عموما، ما كانش التايتل موجود قبل كده. بحط ان هو تقدر تتابع ازاي تطور اللعيب. فاحنا بنعمل دوري انا ان انا اعمل داتا بيس للعيبه كلهم، يعني عندنا مثلا كل اللعيبه عندهم فايل بتاعهم، انا دوري ان انا اتابع اللاعب ده ايه التطور بتاعه، ايه اللي بيحصل، بيلعب قد ايه، ما بيلعبش قد ايه، ليه ما بيلعبش، الاصابات بتاعته ليه حصلت. كل الحاجات دي بتركز مع اللعيب انديفيدوال بشكل خاص، ده دوري او ده التايتل عموما بتاعي. يعني بشوف كمان بروجرام للعيب لو هو محتاج، لو ناقصه حاجه في الباسنج مثلا ولا في الشوتينج، فبنعمل له بروجرام بحيث ان احنا نطوره بره التدريب الجماعي مع الفريق، يبقى تدريب انديفيدوال ليه، وده
يفيدوا يعني. هي دي ده الدور بتاعي. أو من قطاع الناشئين المولين لقطاع الناشئين في احد الانديه في هولندا، سؤالين: ايه الفرق بين التجربه دي والتجربه دي كقطاع ناشئين كلاعب وهنا قطاع ناشئين كمسؤول، وبين الموهبه نفسها بين قطاعاتنا احنا في مصر وبره مصر؟ يعني الفرق بين قطاع ناشئين في مصر وهولندا كاداره ده اول سؤال. كبير، فرق كبير. كبير ليه؟ كبير هناك ان هم اتحاد الكوره عنده ادارات كثيره جدا في اتحاد الكوره بتتابع قطاع الناشئين. تمام. ده مش موجود في مصر. احنا عندنا في مصر ما فيش حاجه اصلا، حاجه اسمها اداره قطاع الناشئين في مصر، ان هو يبقى فيها ناس، فيها سكاوتس بيشوفوا اللعيبه، فيها ناس مسؤولين ان ازاي اللعيب ده يتطور، يعمل له بروجرام للسن الخاص بيه. مثلا لو انت عندك 8 سنين تبقى انت كلاعب عارف بالظبط انا بتدرب ليه وايه الهدف من التدريب وايه المطلوب مني في مصر. خطه كامله. ده تمام. ده مش موجود في مصر، ما نعرفش. هل انا نفسي اعرف. اسالك انت سؤال، انت جيت كده في مره قبل بدايه السيزون قلت اتحاد الكوره بينزل كل فرقه ايه المطلوب منها وكل سنه ايه المطلوب منه؟ لا، ما حصلش. فدي فروقات كلها مسائل صغيره جدا عامله ان مفيش بالانس بقى دلوقتي بين مصر ولا ما ينفعش تقارن. تمام. لان فرق كبير. الفاسيلتي في مصر، انا شايف الفاسيلتي في مصر بدات تتحسن جدا، في بنيه تحتيه بتعمل بشكل كبير جدا، بس طبعا هناك عندهم ملاعب كبيره جدا، عندهم كل 20 كيلو متر لازم يبقى فيه ملعبين او ناديين. فتخيل ان هولندا فيها 3000 نادي في 16 مليون شخص، واللي بيمارس كره القدم جزء كبير جدا من العدد ده. فتلاقي ان دايما عندنا في فروقات كبيره جدا. عندك انت اوريدي الفاسيلتي موجوده، عندك السيستم موجود، عندك الاستثمار في الكوره بشكل كبير موجود. هنا في مصر الموضوع اقل شويه. كمان انا شايف ان هنا الولاد فعلا مضغوطين في الكوره، يعني الولد بيتمرن لازم يعني بيسافر من مكان لمكان كبير جدا عشان يلعب كوره. هناك في هولندا ممنوع، انت ما ينفعش تروح قبل سن معين، قبل سن 14 سنه، من مكان ل 80 كيلو بعيد عن بيتك. ده ما ينفعش. النادي كمان بيجبر ان انا مش عاوز لعيبه من بره المنطقه او بره المحافظه دي. ففي تفاصيل كتير يا احمد جدا احنا ناقصانا في مصر. ده بالنسبة للإدارة. على مستوى الموهبة إيه الفرق؟ هل مصر فيها مواهب بالفعل زي برة، أو إيه الفرق بين الموهبة هنا والموهبة هنا؟ خلينا نتفق إن الموهبة في كل حتة. تمام. الموهبة في مصر، في أي بلد في العالم، دايما الموهبة موجودة في أي بلد. اللي بيفرق إن موهبة عن موهبة بان إنك أنت فعلا بتشوف الولد ده، بتعرف يعني تشوف هو فين اللعيب، فين الموهبة، الموهبة دي موجودة فين، نعرف نكتشفها فين. ان احنا في مصر عندنا لعيبه زي بره او لا، هقول لك ان في لعيبه كواليتي بتاعتها كويسه جدا، لعيبه امكانياتهم هايله، بس في الاخر هو مش عارف ايه المطلوب منه. فاهم؟ مش عارف هو ايه اللعيب، مش عارف. يعني انا في ناس كتير بتقعد تكلمني: يا كابتن كلم ابني اساله النبي هو ناقصه ايه، محتاج ايه، نقدر. فده تخيل بقى ان السؤال ده اللعيب ما يجرأش يسال المدرب بتاعه انا ايه اللي ناقصني. تلاقي دايما انت عارف الطريقه والمعامله بتبقى قويه جدا. ففي موهبه، بس انا شايف ان الموهبه في مصر مش واخده حقها ممكن اقول لك بشكل ابسط، يعني انك انت دايما قرب من اللعيب، اساله ايه اللي ناقصك، انت محتاج ايه. فاهم؟ اللعيب هنا بيخاف يقول له انا ناقص حاجه، عشان بسبب النواقص اللي فيه دي ان هو بيتكلم بصراحه ممكن يمشي بعد ابدا بالظبط السيزون اللي بعده بالظبط من النادي. فاهم؟ فهي الحته دي هي دي الفوارق. يعني الموهبه في مصر ازاي نقدر نديها فرصه بره بحكم منصبك مثلا او مركزك دلوقتي في اوروبا؟ بص، اللعيب في مصر يقدر ياخد فرصه، دي حاجه مش صعبه. بس احنا دلوقتي برضه يا احمد خلينا نتكلم معاك بصراحه، يعني احنا عندنا في السنين الاخيره دي في كام لاعب محترف مصري نجح بره؟ لا، اثنين ثلاثة. فده طبعا مقارنه ببلاد افريقيه كتير عدد قليل جدا جدا. لان احنا عندنا في زي ما صلاح قال في يوم من الايام، احنا عندنا مشكله في المنتاليتي، ودي حاجه ما حدش يقدر ينكرها، دي حاجه فعلا حقيقيه. احنا عندنا الولد بيروح بره، الولد اولا هو مرتبط باهله باصحابه، فهتيجي تلاقي ان في الاخر هو اصلا في حاجات متعود عليها مش قادر يسيبها. فاهمني؟ هيصطدم بمدرب مختلف، بملعب مختلف، بجو مختلف، الحاجات دي كلها هيصطدم بيها. فلازم انت تهيئ نفسك
عشان ابقى لعيب محترف انا لازم اعمل الحاجات دي كلها. بالظبط. ده وجهه نظري. هسالك على المواهب اللي ساعدتها تكون متواجده في اوروبا سواء فترات معايشه او اختبارات، كلمني عنها سواء من مصر او بره مصر لهولندا يعني. اوكي، خلينا نتكلم الاول على اللعيبه المصريين اللي هم من اصول مصريه وعايشين في هولندا. أوكي. احنا عندنا كذا لعيبه انا قدرت اساعدهم يعني. بلال موسى كان بيلعب في باوت فيلرت وانتقل لبيكس فولا في الدوري الممتاز الهولندي. ده بيلعب سنتر باك، لعيب هايل جدا 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 ولعيب من اللي عندهم كواليتي فعلا محترمه وممكن تفيد ان شاء الله المنتخبات في الفتره الجايه. امير صالح بيلعب برده في اف سي اوترخت، عنده تحت 18 سنه الموسم الجاي. بيلعب وينج رايت او وينج ليفت، لعيب سريع جدا قوي، بيجيب جوال كتير، فبرده هيبقى ان شاء الله اضافات الفتره الجايه. امير حسن ده لسه صغير شويه، عنده 14 سنه، بيلعب في اف سي اوترخت، مصري من اصول مصريه يعني، وبرده بيلعب يعني سنتر باك ميدفيلد او نص ملعب وبيتطور كمان بشكل كبير. وفي اخر واحد جاير وصفي، ده بيلعب دلوقتي في اف سي امستردام وانتقل لباوت فيلدرت، برده لعيب نص ملعب محترم جدا. وفي امثله كتير جدا عشان يعني ما انساش كل الناس. انما بالنسبه للعيبه اللي من مصر لهولندا، انا بحكم ان انا شايف ان انا عندي العلاقات في هولندا وعندي امكانيات ان انا ادي الواد الفرصه على الاقل يشوفوا هم فين، ساعدت اكتر من لاعب يعني، بحكم ان عندي بارتنرشيب كمان مع انديه تانية، او فقدرنا نساعدهم ان هم يتشافوا هناك. وده كان تقريبا 7-8 لعيبه في الصيف اللي فات يعني مع نادي جوهد ايجلز في الدوري الممتاز الهولندي. عايز ارجع لمنطقه مهمه جدا يمكن اتكلمنا فيها، بس انا حابب اتكلم فيها اعرف وجهه نظرك، ليه المحترف المصري نفسه قصير بره؟ اولا انا من وجهه نظري زي محمد صلاح قال ان في قصور في المنتاليتي، اللاعب مش قادر يستحمل الضغوط بتاعت بره، مش قادر يستحمل ان هو لازم ينام بدري، لازم ياكل كويس جدا، يهتم بصحته، يهتم بنفسه، ويبقى انت لعيب بروفيشنال، ده شغلك، انت مش رايح بس تتمرن ساعتين وتروح، ده انت بتروح بدري، عندك شغل، عندك من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 3 انت موجود في النادي، او الساعه، فانت عندك يوم كامل انت موجود في النادي. اذا كنت بقى بتبدا بتروح الجيم قبل التمرين، بتفطر او بتتغدى مع اللعيبه، وبعد كده بتروح التمرين تاني، بعد تخلص تقعد تاني مع اللعيبه، فهو مش انك انت بس تخلص تمرين بتاعك وتروح شكرا. فدي حاجه. الحاجه الثالثه الاجواء، اللغه مهمه جدا، انك انت تتعلم اللغه بتاع البلد اللي انت بتلعب فيها، لانك في الاخر هم عاوزين يتواصلوا معاك، لو مش عارفين يتواصلوا معاك انت كده خلاص الموضوع صعب جدا. لو المدرب بيطلب منك انا طالب منك الحاجات دي كلها وانت اصلا مش فاهم هو بيتكلم في ايه، او مش عارف هو ايه بالظبط اللي مطلوب، بيبقى الموضوع صعب. وكمان اعتقد ان الايجنت اللي بيبقى مع اللاعب بيبقى له دور مهم. شفت محمد صلاح في حد قدر يوجهه الخطوات او الانديه اللي ممكن يروح فيها. مظبوط. في ايجنت ممكن يقول للاعب روح دلوقتي للنادي ده، بس هو ده مش انسب حاجه ليه، انت لسه محتاج تشتغل على نفسك ساعتين جايين مثلا، تطور نفسك في حاجات بره الكوره عشان تقدر تروح للليفل ده. مش الكوره بس هي اللي بتحدد ان كنت تقدر تكمل في اوروبا ولا لا، سمتك الشخصيه، تعاملك مع الناس، اهتمامك بنفسك، حاجات كتير جدا يا احمد، نقط كتير جدا جدا. طفره في الدوري السعودي الفترة الأخيرة، عامل يمكن صفقات قوية جدا، شايف ازاي الدوري السعودي الفترة اللي جاية، وهل هينافس الدوريات الأوروبية القوية؟ أنا وجهة نظري إن الحجم استثمارات في الدوري السعودي ده استثمارات كبيرة جدا جدا، يمكن تعتبر الأعلى في تاريخ الكورة في الفترة الجاية. أرقام بقت في مستوى تاني خالص مش متعودين عليها ومش متعودين نسمعها. فبالنسبة لي الدوري السعودي هيبقى برضه مرتبط بحجم اللعيبة الصغيرين اللي هتجيبهم، مش بحجم اللعيبة اللي هي زي رونالدو وبنزيما واللعيبة اللي هي أوريدي خلاص في نهاية الكارير بتاعهم. بالزبط. في الكورة، فهو ده بالنسبة لهم منطقي إنه ياخد خطوة زي دي، مش حاجة أنا شايفها لا طبيعي. بس عشان تبقى في التوب 5 أنت محتاجين لعيبة مستوى كويس يعني، مستوى مختلف، مستوى ليفل مختلف جدا، فدول هيبقوا اللعيبة اللي هم الصغيرين اللي هم مش اللعيبة الكبيرة بس، فده مش موجود. فأنت إزاي هتقدر تعمل الميكس ده او البالانس، انك تبقى عندك لعيبه صغيره وعندك كمان اسماء كبيره عشان تبقى في التوب 5 او في التوب 3 يعني في الدوريات، انت محتاج تعمل حاجات كتير جدا،
وده مش حاجه سهله. فهترجع كمان للاعب، هل اللاعب هيفكر في الماده ولا هيفكر في الكارير؟ دي تبقى ترجع للاعب يعني. نظري محمد صلاح الفتره الاخيره ارتبط اسمه بالدوري السعودي، شايف امتى محمد صلاح يقرر ان هو ممكن بالفعل يكون موجود في الدوري السعودي زي رونالدو او ماني او الاساطير اللي بيلعبوا في الدوري السعودي حاليا يعني؟ اعتقد السؤال زي ده احسن حد فعلا او اكتر حد ممكن يجاوب عليه هو محمد صلاح نفسه، لان هو عاوز يكمل في تحطيم الارقام والتاريخ الكبير جدا اللي بيعمله لنفسه وبيعمله لمصر في الفترة الأخيرة، عاوز يكمله لحد النهاية بالشكل ده، وبعد كده مثلا في سن 34-35 سنة يبدأ يفكر في الخطوات دي زي الدوري السعودي أو الدورات المختلفة اللي هي بتحط استثمارات كبيرة في الكورة عموما في الفترة الأخيرة. أو هو لا، أنا عاوز أكمل الكارير بتاعي لحد النهاية وأفضل في التوب فورم طول عمري وأنهي كده. ده هو ده السؤال ده اللي جاوب عليه محمد صلاح نفسه. أنا أعرفه كويس جدا، حسام مهدي رمز الكفاح والطموح. فانا هسألك سؤال مباشر جدا وعارف ان انت هترد بشكل مباشر بعد ما تفكر شويه. حسام مهدي شايف نفسه فين بعد 10 سنين؟ سؤال كويس جدا، سؤال انا بقعد افكر فيه وبسأل نفسي كمان انا هكون فين بعد 10 سنين، في مصر ولا في اوروبا؟ انا عايز اكمل بره. انا عايز اكمل بره عشان انا حاسس ان انا بطلت كوره، وده خلاني عندي دفع وبجد يعني ان انا عاوز اوصل لحاجه. انا مش عاوز انهي زي ما بطلت كوره انهي التدريب كده، لا انا عاوز اكمل بقى وعاوز انجح. فبعد 10 سنين انا شايف نفسي فين؟ دي حاجه بتاعت ربنا، بس انا هعمل كل شيء ما في وسعي ان اطور نفسي واخد شهادات اعلى في التدريب وخطوات في التدريب عشان اوصل لان انا عاوز، وان شاء الله هوصل باذن الله. انت نورت، يلا كوره يا حسام. حبيبي يا احمد، ربنا يخليك، ومتشكر جدا طبعا على وقتك وعلى الحلقه الجميله دي، وان شاء الله دايما في تألق. شكرا جزيلا حسام مهدي، مدير تطوير قطاع الناشئين بنادي سويفت الهولندي. نورتنا، نورت، يلا كوره. ربنا يخليك حبيبي، شكرا يا احمد.